قولي يا حبيبتي. ما انا شايفاكي معطلاني وعماله بصي تعالي ايه اجنبي اهو. ماشي زيت يا بنت ولا ليه؟ هقول لك ما بحطش زيت ليه؟ ليه بقى؟ علشان اما اجي احطه في طبخه ما يبقاش يعني ايه في دهن. ايوه صح. وانا احطه بس كده هحفظه بملح. ماشي. وباخد منه ساعه الطبخه كده احطه على الطبخ. واعيه يا بنت. واعيه صح؟ عجبتك؟ طلع لامك نبي كده. بس لو هسيبه على رف الثلاجه هحطه في البرطمان زي. صح. لو هدخله الفريزر بالهواء الله عليك. انت واعيه اهو يا سيدي. بس مش زيت تموين. امال هتشوفي الزيت الجزازه الغاليه ده؟ اه يا سيدي. زيت التمين طعمه بيبان. عيشتك ارتاحت يا بنت ولدي. ماله زيت التمين؟ وين نقلب كده اهو يا ولاد. نقلب في المواجع. بصي يا سيدي دي شطه حاميه. ايوه يا هعملها هريسه. برضك؟ ايوه قلبي يا سيدي. مقلب. وناخد دي اليوم اللي اتشغلنا فيه بنت ولدي. ونعمل الشطه. بقول لك يا سيد. قولي يا حبيبتي. ما تيجي تكلميني يا سيد برالينا اهو عشان اشوفك. عيني مش عايزه ابص ولا داير عيني عنك يا بيه. قرات البنات خرطك وحلاوتك. اه منك يا سيد. بتوحشك لما خدك الافندي. اه منك يا سيد. بتوحشك. هنعمل ايه؟ بس ما تغضبيش وتجيني تاني. ليه يا سيد؟ ما تجوزناها تتاخر راحت وجابته لنا راخر. لا. ما صدقت زحتيني. ايوه. اسكتي بقى خلينا نضرب الشط. هسيبك يا حبيبي. اصبري يا بنتي اصبري. تعالي يا سيد. تعالي يا حبيبي. هو انت ليك في اللحم؟ بالك اني لماحه. اصبري يا بنت ولدي. اها. بصي يا سيد انا ضربتها وهعمل هنا ولا بص هنا؟ بصين. امال ايه؟ بص. ايوه قولي يا حبيبتي. انا بقى ايه ضربته اهو وهعمل ايه؟ هروح عاملاه نصين. نص نشيله على طول في برطمان من غير ما تشوحيه. اه لا ما خلاص بقى نص كده هنشيله في برطمان. بس حاميه يا بنت ولدي. حاميه نار. حاميه نار. انتوا كلهم تجرشوا الجرنين بيهوجهم. واحط كده اهو شويه ملح يا سيد. انه بيقاوم الامراض السرطانيه. ايوه. امال ايه؟ امال ايه؟ بيخسس. اللهم صل على النبي. عليه بيخسس يا سيد. الله هو اكبر. كان أيوه. في خمس فرخات على السطوح ده يوم الخميس. ايوه بالك ايام جدك الله يرحمه. والوصفه بقى اللي بعد دي هنحط عليها كده اهو شويه ليمون. ايوه. وشويه كزبره. ايوه. وشويه ملح. بالراحه الملح عشان انا الضغط تعبني. وشويه خل. بالراحه الخل برضك. وشويه توم حلوين. صحيح انت هتضربيه. ايوه. انا قلت انا هناكل فصوص ولا ايه؟ ده غير اللي انا بدل اوريك الصبح. هقول لك يعني مش شطه حمراء لا ده البتاع عصفر. اللي هيقولوا عليه عصفوري. ده عصفر. اللي بحطه في الليمون. ليه بقى؟ ده هنبقى نعمل بول باذنجان المتبل اللي بتحبيه بعد الخبيز تحطيه في الفرن التحريجي ده اهو وبعدين تاكليه. اروح اضربه في الكبه واجي لك يا سيدي. عرفت ولا انت من الموديل القديم بتاع مكنه المفرمه بتاعت البسكوت؟ لا 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 لا. دور عليا يا ست المفرمه. عندي صبري.